فصل الربيع أحد فصول السنة الأربعة، فهو فصل الجمال والبهجة، فتعود فيه الحياة للطبيعة، تزهر الأزهار وتتفتح بأجمل الألوان، وتخضر الأشجار وتتلون باللون الأخضر الجميل، ويعتدل الجو ويهدأ بعد فصل الشتاء. يتوج الربيع كمالك الفصول الأربعة، فالربيع من أبهى الفصول، حيث تطل الشمس بإشراقتها المتميزة، وينبت الزهر وتكسو الأرض بالأعشاب والزهور الجميلة. إنه الربيع فصل البهجة والجمال، حيث يأتي بعد فصل الشتاء ويسبق فصل الصيف، أي أنه فصل انتقال من الشتاء للصيف. ويعتبر فصل الربيع من أجمل الفصول، فيه يكون الطقس معتدلا والسماء صافية، تتفتح وتزهر أوراق الأشجار، تتفتح الأزهار وينمو العشب الأخضر. ومن أحد ميزات فصل الربيع وأجملها فهي ظاهرة تفتح الأزهار، فبعد أن مضى فصل الشتاء بحلته العابسة وأمطاره الغزيرة ورياحه وعواصفه المخيفة، أقبل فصل الربيع ليعوضنا عن كل ما فات في فصل الشتاء، ففيه الأزهار المزينة بحلته الرائعة وألوانه الزهية والنضرة. ففيه الأزهار المزينة بحلتها الرائعة وألوانها الزهية، فشقيق النعمان، مخلب الكت، النرجس، عسل الراعي. أما عن حشرات فصل الربيع، تتمايل الحشرات في فصل الربيع على الأزهار، حيث تنتقل من زهرة إلى زهرة، كالفراشة، الدعسوقة، النحلة. ومن فواكه فصل الربيع، تتميز الفواكه عادة بمذاقها، إما تكون حلوة المذاق أو حامضة، كالتوت، التين، واللوز. يعتبر فصل الربيع هو الفصل المنتظر لكافة المخلوقات على الأرض، لأنه يعتبر مبعثا للتفاؤل والمتعة وفرحة لقضاء أجمل الأوقات. إلى اللقاء.